كان أحد الأمراء يصلي خلف إمام يطيل في القراءة، فنهره الأمير أمام الناس وقال له: لا تقرأ في الركعة الواحدة إلا بآية واحدة. فصلى بهم المغرب، وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وبعد أن قرأ الفاتحة في الركعة الثانية قرأ قوله تعالى: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلما فرغ من الصلاة قال له الأمير: يا هذا، طول ما شئت واقرأ ما شئت غير هاتين الآيتين.